من أسبوعين كده كان معانا فقرة عن أغرب حكايات البحث عن الآثار، وكان ضيفي في الفقرة دي الأستاذ محمود عبد الراضي الكاتب الصحفي المتخصص في الحوادث، وقال لنا على حوادث غريبة جداً 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 راح بقى ضحايتها ناس كتير في موضوع البحث عن الآثار، اللي قتل بنت أخته واللي قتل أخوه وقصص كلها من القتل والكلام ده كله. اتفاجئنا بقى من كام يوم إن في بنت طلعت تستغيث علشان ينقذوا أخوها اللي اتدفن وهو بيدور على الآثار. معانا دلوقتي على التليفون المسؤول عن الملف الأمني الصحفي أحمد عبد الباري اللي اشتغل على القضية دي من الجانب الصحفي، هنعرف منه كل التفاصيل القصة كلها. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ أحمد، ممكن تحكي لي إيه اللي حصل في القضية دي؟ والله القضية دي يا فندم ابتدت بالبداية إن في شاب راح لوالدته في أحد الأيام وقال لها أنا عايز رايح والله مشوار مع أصحابي مش عارف إيه، وهو كان شغال على توك. الوالدة في البداية ما شكتش في الأمر على الإطلاق لغاية ما جالها ابنها في يوم من الأيام وجالها متأخر خالص وهدومه متبهدلة بالتراب وما إلى غير ذلك، مما نتج إن الوالدة انتبه الشك في يا ابني لا أنت لازم تقول لي لازم تقول لي لازم تقول لي. الابن صرحها قال لها دي مصلحة وإحنا لازم نطلع من الفقر وأنا ببحث عن الآثار ومش عارفة إيه مع ناس صحابي، سملها عدد من الشخصيات اللي هي عارفاها لأن محدود علاقاته بالناس، هي معرف والدته يعني في نطاق المعارف فنتج على الأمر والدته قالت له لا يا ابني تعمل كده ليه تعمل كده، فالمهم والدته طوعته كده. حتى في يوم من الأيام بعدها بعدة أيام الابن تغيب لمدة يومين، مع ان الابن كان منبه عليها قال لها انا بس عايزك الفتره اللي جايه لو غبت علي في يومين ما تقلقيش عليا. فنتج عن الامر ان الابن غير طبعا الام، واحنا عارفين قلب الام، اي ام مصريه بتقلق على ابنها وده ضنه. اكيد قلقت عليه ابتدت تدور واستعانت طبعا بشقيقته الوحيده على ذلك حتى اكتشفوا المكان اللي هو موجود فيه. طبعا راحوا بيسالوا الست فين الشخص ده فين الشخص ده موجود فين اخويا فين اخويا فين. حتى رد عليهم الست ردت عليهم قالت لهم ما نعرفش، وبعدين قلقانين ليه ومش عارفه ايه، ده بامانتكم محفوظه ومش عارفه ايه حقكم محفوظ، على اساس ان هي بترمي ان الاثار دي موجوده معاهم وان المتورط في الجريمه هو الابن. خلاص ما هم عارفين ان الشخص مات، يعني الشخص كانوا مكتشفين ان هو اصلا مات في الجريمه. فلما اكتشفوا فنزلوا استعانت شقيقه المجني عليه اللي هو كان بيدور على الاثار، استعانت بجوزها، جوزها نزل يشوف من الشكل الظاهر في الحفره ليه جثته محطوطه، فليه في جثمان محطوط، فما برضه ما حسش ان هو ممكن يكون مات، قال لك برضه لازم يبقى في امل، دخل صغير في الحفره دي علشان يعرف الدنيا فيها ايه، قال لهم لا ده الصغير ده طبعا صوت، وقال لهم ده هو مات خلاص وربنا يرحمه. طبعا الاخت قعدت تصرخ حتى لغايه ما توصلت معايا قالت لي انا بستغيث انا كل اللي عايزاه انا عايزه جثمان اخويا علشان اطلعه يعني يدفن واعرف مكان قبره فين، حتى يعني انا انتابني برضه الدهشه ان انا اشتغلت استغاثات كتير من واستغاثات وجرائم، لكن اول مره اشوف نوعيه من انواع الاستغاثات بهذا الشكل. حتى الامر ما تعرفش هو متعلق فين، يعني اغلب الاستغاثات في سيدات بتستغيث من ناس اعتدت عليها او سيده بتستغيث من جوزها، ايا كان الوضع الاستغاثه ايه، ولكن كون الاستغاثه دي كانت غريبه وفريده من نوعها تكون الست بتستغيث عشان تطلع اخوها اللي توفى وهو بيدور عن الاثار. والله الناس يا استاذ احمد ما بتحرمش، ومشكله الجشع والطمع بيخلي الناس تعمل تصرفات غير محسوبه تماما، وفي الاخر للاسف الشديد ده بتوصلهم ان هم ينهوا حياتهم. استاذ احمد انا بشكرك جدا، استاذ احمد عبد الباري شكرا لحضرتك.